انا اعتقد ان نتيجه مباراه المغرب وبنين هتكون درس قوي قوي لمنتخبنا واللاعبين اللي هيكون عندهم ان شاء الله اصرار علشان يخلصوا الماتش بدري بدري كده ويريحونا ويطمنونا. والحقيقه بطوله الامم الافريقيه المره دي قويه جدا يا جماعه، مفيش شك ان البطوله قويه وشيقه ومفيش فيها فرق بين منتخب كبير ومنتخب صغير، واللي هيعتمد على اسمه بس ممكن يدفع ثمن ده كتير. لا، لازم تعتمد على لعبك، لازم تعتمد على ادائك ومجهودك، والمعروف ان كره القدم ما بتعرفش ابدا الاسماء لكن بتعترف بالجهد والعرق بس، ادائك هو اللي هيقول النتيجه عامله ازاي. واللي عايز يكسب البطوله عليه ان هو يجتهد ويشتغل على نفسه كتير علشان يحقق اللي هو عايزه ويوصل للنتيجه المرضيه لكل جمهور وعشاقه. وانا عايزه اقول اذا كان منتخبنا ما ظهرش بالصوره اللي كانت متوقعه واللي احنا كنا عايزينها في الدور الاول واللي كلنا كنا بنشوفه عليها زي ما احنا كنا بنعلق وبنقول وبنحلل، لكن يحسب ليه انه حقق الفوز في الثلاث مباريات، وده دافع كويس جدا ليه ان شاء الله. بكلين شيت ماشي بكلين شيت يعني مع الحمد لله احنا كسبانين. المهم النتيجه ان احنا كسبانين في الثلاث مباريات دي. ان شاء الله النهارده كمان يكون في اداء كويس، هنوجه تحذير قوي لكل المنتخبات وهنعمل ماتش قوي واداء ونتيجه. يا رب يا رب اسعدنا وفرحنا النهارده ونايمنا كده مبسوطين باذن الله. عايزين نشوف تالق بقى ماكينه الاهداف، مو صلاح وتريزيجيه وطارق حامد والشناوي وكل لاعبي الفراعنه الابطال اللي احنا حاطين عليهم امال كبيره قوي النهارده، ونفسنا ننام مبسوطين ونتابع كمان ماتش فيه متعه واثاره.